أمان. مفيش أي حاجة عشان الواجب اللي عملته معاكي؟ بعد شوي. بس أنا ما كنت عارفة إنك هيك أبضاي. هو أنت لسه شفتي أبضايات؟ سمعت أغنية بشة خير؟ إيه سمعتها بتجنن. معايا بقى هتشوفي كل خير. مشكلة بس الواد صلاح واخد مفتاح الشقة ومش عارف أبات فين. ما علي أنا ما عندي. أول ما شفتك قلت عليكي بنت جدع. سعيد. سعيد. فين صلاح؟ غدروا بيا يا سيد. إيه اللي حصل؟ عملوها معايا. خدوا الحاجة كلها. دغدغوني يا سيد. صلاح. مش قادر أقف. طب لف. لف بسرعة. زميلي على البيت. شنطة الفلوس. ارضى. فين الفلوس؟ الفلوس معايا يا خواجة. شو المجزرة اللي صارت؟ ولا مصيبة هي؟ رح تودينا بآخر معمر ربنا. يعني ايه؟ هات من الآخر. رجع لبلدك والحواري اللي جيتوا منها انت وصاحبك. قبل ما تصحى وتلاقي نفسك بالتابوت تحت الارض وهو جنبك. ماشي رجعنا، بس العمليه كانت على اسمك وحمايت انا وصلاح واجب عليك. مثل ما كسرت اجبرها يا ابو خريف. وحقي. النصيحه اللي قلت لك اياها هي الثمن، نفذها وهيك بيبقى حقك وصل لك وزياده. امين. الولع ساعت على الحجر يا كبير. يا الساعة تيجي كام دلوقتي يا راجل؟ عدت واحدة وانت مقع عينيك في الجرنان ده. قول لك يا لحوكة. قول. والأجوة ده مش الواد معوض أخو فودة؟ هو. بالون الصايع مع الجدع ده مش فاهم بيهزوا في إيه. ده يا راجل؟ ما تعصر كده وبلاش هزيان على الصب. أنا بصراحة كده أنا خايف من أخوك الكبير يعرف أي حاجة عن الحكاية دي، وأنا بصراحة كده أنا مش قد المعلم فودة ده. هو لو عدى عليا كده هيفرم أمي. طب يابا مد إيدك خد مصلحتك. بدل ما لسانك يزعلك. ولا حوكه. ايوه يا معلم. اقنص. يا
ماشي. واي فلوس تبقى عندي قبل المغرب فاهمني يابا؟ دي فلوسي ما تباتش بره. طب يا سلطان في ايه؟ سلطان حاف كده معود. لا بالشرب. الشغبه دي هناك عندكم في المصمت. بس انا مضطر افوتها لك عشان انت حبيبي واخو حبيبي برضه. على حوكه حسابك ياه. عيب ما يصحش يا معلم معوض. لا يصح يا معلم سلطان. وبعدين ابعد عن سكه السعاده يا سلطان الحبيب. الله ده انت مصر تحاسب بقى. هو من امتى ما حاسبتش انا؟ خلاص ما دام مصر بقى يبقى تحاسب على كله. حوكا ليسو نهدى يومين يا سيد ونشوف الدنيا يحصل فيها ايه. ما فيهاش يا صلاح الليله هنا برشمت على الاخر. يعني ايه؟ يعني هنلم حاجتنا ونمشي واللي ملوش لازمه نسيبه هنا. انت بتتكلم جد يا سيد؟ يا جدع ده احنا من ساعه ما سيبنا بوخارست واحنا عمالين ننط من بلد لبلد ما صدقنا تزهزه معانا هنا. هنسيبها ونمشي؟ هو احنا ايه يا اخي؟ فق خلاص بقى ما فيش وقت للكلام ده يا صلاح. يا عم شويه عيال وعلمنا عليهم حصل ايه؟ والعيال دي تخص مين؟ مالناش فيه. لا لينا واللي يخصه مش هيسيبنا في حالنا. طب والخواجه مش كل ده عشانه؟ يا ابن الخواجه عايز شغله نضيف. يا عم امسحها فينا وهو كله بيعلم على بعضه. خلاص بقى صلاح الخواجه بعنا. الخواجه بعنا. رخص يا ابني. بس كده سعاده الباشا اتفضل. سليمه ومترخصه وزي الفل لسنه قدام وسنتين ورا. ايه السكر والعسل ده؟ اركن يا ونزل. وانت مش مهندس انزل لي وهات لي بطاطك في ايدك يلا يا. طب انا مالي يا باشا؟ انا ما هزرتش وما فتحتش بقي. يعني انت مش راكب مع الاستاذ محمد نجم تبقى تنزل يلا يا باشا. والله العظيم ما عملتش حاجه وبطاطا اهي. تعالى لي. ما عملتش حاجه انت يا باشا. والله معيش حاجه. معيش غير ورقي وفلوسي بس يا باشا. لا ما احنا هنشوف اهو. ايه ده؟ انا لقيت ورقه اهي. دي ايه دي بقى؟ بطاقه التجنيد ولا كارنيه النادي؟ في عرضك يا باشا انا ابن ناس ما تسلمنيش. وبعدين دي مش بتاعتي، دي بتاعت واحد صاحبي وانا بقضي له مصلحه. صدق قلت كده؟ هم اصحاب السوق. تعبيت يا ابني. لا تعال نروح للضابط اللي قاعد هناك ده بقى. بص مش هيسيبك. بص الحته محمله ازاي. دي قضيه تخينه وبصراحه هو هيفرح. تعال لا لا قضيه ايه يا باشا؟ انا مهندس والله ودي اول مره. اول مره؟ اه والله العظيم. يبقى خلاص تعدي. انا ربنا يخليك يا باشا. لا ما هيخليني بس حق الحكومه وحق مصر. ما انت تؤمر يا باشا. تؤمر. هو يا باشا والله العظيم ده كل اللي معايا. لا خلي الفلوس روح بيها. انما الموبايل ده مش فاهم. موبايل ماله؟ اصل الموبايل ده طالع مأمورية. مبروك عليك بقى تشتري موبايل تاني بقى جديد عده نظيفه يعني. ها ايه اللي جابك اخويا؟ فوكا طيب نورت يا معلم فوده. كانش صح اللي عملته يا سلطان. كان يصح ان اخوك يناول وسخته في مطرحي. تنسيت انا مين؟ تعرف كويس اني ما بنساش. كنت فاكرك هتقدرني اكتر من كده. الا الحرام يا فوده. الا الحرام. انا لو ما بقدركش كنت تلفت لك امله. وانت عارف سلطان ما عندوش عزيز. عارف. سيبني بقى شويه مع اخويا. طيب خاطره بكلمتين بعد اللي عملته. شلش يا هم اخويا وحياتك لن تقضاها على دماغه. ونفضل بقيت جيتته في الحته كلها. ايه يا معلم؟ ده انا اخوك برضه يا معلم. المصيبه انك اخويا. بس لما ما تقدرش تمشي تحت ظل فوضى الاسمر زي ما هو عاوز بشتنك يوزك على السكه الشمال يا ابن الكلب. يبقى ورحمه امي وامك خليك تعفر سحنتك الوسخه فتره وجزمتي لحد ما تحاجي بعمرك على الاسم اللي جمعني بكلب زيك. خلاص يا معلم فوده مش وقته. خد اخوك وحاسبه بعض في مطرحك مش هنا. حقك وصل لك يا سلطان. لا ماليش عندك حق. ولو ليا كنت خدته بدراعي. ما كنتش بعت لك اللي انت عملته. الواجب الواجب مردود يا سلطان.